السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم اصدقاء، قبل اي شيء ارجو الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في القناة. التربية تحدد اعمار قبول الطلبة في المراحل الثانوية للمدارس النهارية. اصدرت وزارة التربية جملة من التعليمات الخاصة باعمار الطلبة الذين سيتم قبولهم في الدراسة الثانوية بالنسبة للمدارس النهارية للعام 2021-2022، وذلك بهدف انسيابية الدوام والحفاظ على رصانة العملية التعليمية والتربوية في البلاد. وقال المكتب الاعلامي في بيان ان المديرية العامة للتعليم العام والاهلي والاجنبي وجهت المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة أقسام التعليم العام والملاك بقبول الطالب في الصف الأول المتوسط إذا كان من تولد 2006 بالنسبة للذكور و2004 بالنسبة للإناث، وكذلك الحال في الصف الثاني المتوسط فيتم قبول الطالب من مواليد 2005 من جنس الذكور و2003 بالنسبة للإناث. وتشير التعليمات الوزارية إلى أن الطالب الذي يكون من مواليد 2004 يكون في الصف الثالث المتوسط، أما الإناث فشرط أن تكون قد وصلت إلى 2002. وأضاف أنه يحق الطالب الذكر في الصف الرابع الاعدادي من يحمل مواليد 2001 وبالنسبة للإناث من تولد 1999، علاوة على ذلك يسجل الطالب في الصف الخامس المرحلة الاعدادية من مواليد 2000 إذا كان ذكر، ويحق للإناث القبول من كانت مواليدها 1998. وأخيرا من وصل إلى مواليد 1999 بالنسبة للذكور فيتم قبوله في الصف السادس لذات المرحلة، والإناث شرط أن تكون من مواليد 1997 على أن يتم ذلك في حال عدم تركهم أو رسوبهم لسنتين في صفوف. هذا وتنص التعليمات على جواز نقل الطلبة الراسبين سنتين في صفوفهم دائما اعتبرت لهم سنة عدم رسوب إلى المدارس المسائية، كما وينقل الطلبة الذين تجاوزت أعمارهم السنة النظامية للمدارس النهارية إلى مدارس مسائية. المعاهد المفتوحة للصف الثالث المتوسط معهد المفوضية للصف الثالث المتوسط مدة الدراسة فيه سنتين، الراتب أثناء الدورة 650، الراتب بعد التخرج يصل للمليون و400 ألف. يحق لك بمدة التخرج التقديم على كلية العسكرية المعدل المطلوب كحد أدنى 60 درجة. المعهد موجود فقط في بغداد، القبول فيه غير مضمون، الأولوية تكون لأبناء الضباط. معهد الفنون الجميلة للصف الثالث المتوسط وينقسم إلى عدة أقسام، مدة الدراسة 5 سنوات. معهد السياحة والفندقة للصف الثالث المتوسط المعدل المطلوب 60، مدة الدراسة 3 سنوات، وخريجي هذا المعهد يقبلون في كليات الإدارة والاقتصاد قسم سياحة وفندقة. معهد النفط للصف الثالث المتوسط متوفر في كركوك فقط، المعهد أهلي وليس حكومي، مدة الدراسة 5 سنوات غير معترف به في الحكومة المركزية. معهد التمريض للبنات ومعهد المعلمين، معهد التمريض للبنات مغلق حاليا وكذلك معهد المعلمين مغلق حاليا. معهد الحرف والفنون الشعبية تابع لوزارة السياحة والآثار، مدة الدراسة 5 سنوات، أهلي وليس حكومي. معهد البحرية للذكور للصف الثالث المتوسط مدة الدراسة 3 سنوات ومفتوح حاليا. أما بالنسبة للإعداديات التي تقبل طلاب الصف الثالث المتوسط، إعدادية التجارة وتنقسم إلى عدة أقسام، والأوائل يتم قبولهم في كلية الإدارة والاقتصاد. إعدادية الفنون التطبيقية وتنقسم إلى عدة أقسام، وينقبل المتخرج في كليات الفنون. إعدادية الحاسوب وتقنية المعلومات وتنقسم إلى عدة أقسام، الأوائل في المعهد ينقبلون في كلية هندسة حاسوب. إعدادية الزراعة تشمل قسم واحد وينقبل المتخرج منها في كلية الزراعة. إعدادية الكهرباء ويتضمن 26 قسم مختلف. إعدادية الصناعة موجودة في المدينة للبنين وكذلك للبنات، يحق للطالب التقديم عليها، والأقسام تفتح على ضوء الأعداد. والأقسام المتوفرة هي صيانة الأجهزة الطبية والكهرباء والحاسوب، وكلما زاد العدد يفتح بقية الأقسام، وكذلك للطالب فرصة المنافسة على الجامعات. الإعداديات التي تقبل طلبة الصف الثالث متوسط بعد النجاح هي ما قمت بذكرها حاليا. وزير التربية يوجه بجعل الاختبار وزاريا لمدارس المتفوقين والمتفوقات، ويكون موعد الامتحان متزامن مع مدارس المتميزين وكليات بغداد يوم 16/9.